السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا. رمضان كريم علينا وعليكم. بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، قررنا أنا وأخي شاهين أبو بكر نعمل بوم نسيت أنا هاي البوم عم قلك حبيبي كنت. مهم يا أخي، قررنا إنه نعمل تحدي كثير خارق وقوي، وبدنا نفوت فوتة هلأ كثير شنيعة يعني، ويلي بيخسر شو كان؟ نعمل تحدي بيني وبينه، واللي بيخسر بيربح احد متابعينا يعني بطاقة جوجل من فئة 100 ليرة تركي. التحدي حيكون على الشكل الآتي. هلا احنا رح نعمل انا واخي شاهين ابو بكر مقتطفات عن طريقة لعبنا يعني، وانتو بتقرروا خمن واربح، واللي بيخمن صح هو اللي بيربح. نعمل قرعة يعني، واللي بيخمن صح بيربح. يلا نبدأ. مش عارف. ولا عم يغنوا ما لا لا اكل حبة مقوي تميري. بدك تاخو الملكة؟ انا بالبر بربر باري. ايش عم تعمل محمد روحي؟ مين بتقول بيفوز؟ اكيد انا باينه يعني. هلا بنشوف. طلع نشوف. عمري البنز. لك شي من نايمان؟ وحده ثانيه مقوية. طالعيني وحده. ليك طلعوا بيض. ليك الملكي. ملكي والله الثلاثه بيض طلعوا، ملكي وابيض كله خو. هل انت مجنون؟ اخسر مباراة ديربي؟ لا ما فيها ديربي، هذا يعني مش دوري الانجليزي. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. اهلا وسهلا. الاجواء الكبيرة جدا، يسعدني ان اكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراة الكبيرة المثيرة. زمان ما لعبت، شو اسمه؟ اجواءها غير عادية على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع. نوادي. في هذا اليوم السماء ايضا صافية، الطقس رائع جدا، بقي على اللاعب بابي. وكان في مين؟ شد زبون شد زبون. جماعة الكرة يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية. هم في الدوم بس. هذا فعل بطريقة تجعل. لا طلع الدوم. اليوفي لعبوا. بيقول لك في بس. هذا الأداء وهذا المستوى. في من هون. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعبها طويلة. يوزع كرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، يحاول لا. أن يلعب ويبقى الأبيض أبيض مهما كان. تصدي غير عادي، صوت الأبيض ما شاء الله. هذول ما مايا في يوم كبير، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. يا ويلي يسعدينا. شو واحد توني كروز، توني كروز انا متقدم حاليا اكثر من دودو. محمد يا فهد يا ام القادرين. الحكم يشير لوجود خطا ضربه حره، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كره طويله. عندن هدار مناسب، اداء رائع جدا من المدافع. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل. لك أفقد الأمل كان بالبدو. ماركو فيراتي بابي أو يحي في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. الكرة توضع في أفضل مكان. حارس مين يا عم؟ يا رب بالبيت. هذه الكرة، هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. جيبوه هاتوه. باريس سان جيرمان لا ولا لا هاتوه. والله حره لازم تحكيم انت كله. هذا باريس تحكيم على حله يا حاجتك بعد تحكيم احيار هالادان. يبحث عن المهاجم بنزيما. بيقول لك سي بس ما في دون هون. والله اكثر سي كانوا يبحثون
يكون علام. كيمبيمبي تمريره من ذهب نان ليف كازيميرو نجحوا في تغيير المباراه. جميل جدا كازيميرو كان طلع بعبي تظهر لك قوه وشجاعه الشخصيه وردت فعل قويه حتى اكبا والله ما تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. روح يا ويلي اي قوه اي صلابه اي جدار يلا روح نيمار كنت بينيه الى كريم بنزيما باريدس مرسيدس فيراتي لمسه بينيه لا 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 ويا دون يا حرام رودريجو الحمار مجهود رائع جدا خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها ماركو فيراتي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم أحلى شيء نيمار لما بيعمل حركات كريستيانو هو عم يحكي بوه نيمار لما بيعمل حركات كريستيانو بيعطي باص بيطلع على اليمين الكرة ملعوبة من مسافة لا حرام تعال هون تعال لك يا هضمي اضرب لك يا هضمي هلا الوشي يعني نيمار ما بيخمر شوف 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 ملكة انت قطع لحاله بالفعل هدف جميل لا ما بلا هو اللي غير له مساره عمله ومركضه شوي الله الله عودة للتقدم لا ما تقبله بلا دقم رجله توضح هذه ما اني ران صديقة لانه وحش نيمار لما بيلعب حزا شو يعني بس ما اني ران صديقة يمر يا كريم بنزيما زنديما ابو ابراهيم ابو ابراهيم ابو ابراهيم ابو ابراهيم الحل الوحيد في هذه المباراة ادركوا صعوبة القيام بذلك علي الصوت بالعالم يعيش ابو ابراهيم العالم مودريتش عمري لك بابي حرام لك مندي والله بعمل عليك كفتة يسيطر على يا حرام شلون هز الجول والله اول مره اشوفه بهز هزت الايد بالكل الى الامام بسرعه يلعب كره بينيه علي الصوت بالعاله يا عيش ناظم العاله وينجح في استعاده الكره السريع يا ويحي في احنا عارف احكي لك كلمه قديش يعني التقدم من جديد على الأهلي أي تألق في مباراة اليوم أي روح عالية أي قتالية هدفين مرة أخرى يا كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية أربعة اثنين هربورة والتقدم الآن بفارق هدفين كلهم فارق هدفين بالتأكيد لاحظ حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف فريق الذي أراح البعض وأصاب البعض بالإحباط بالكثير من الجنون والله ما عم تنفض طابطي يا زلمه وحش وحش عندي وحش دفاع وحش عدت الكرة ايه ميديتاو جيبوه هاتو يحاول تمريرها من بين المدافعين يحاول ان يلعب تمريرها غير اما حبك مقوي غلط اللي الله يحرمنا منه خلاص ينجح في التسجيل كيليان امبابي على دقه التسديد حرام عندما نقول هداف بالفطره روعه تقدمه بعد مش اللي يساوي بعد انا مش اللي يساوي صار يطلع حياه الله احمر من الحمار هذا الحارس صار يطلع لفوق شوف الثقه التي يمتلكها المهاره العاليه اللي يمتلكها امام المدافعين تعامل مع الكره بشكل رائع داخل منطقه الجزاء اخ وشو هو نيمار تقدم بهدفين مقابل لا شيء اكيد بهذا الهدف الامور تتغير ما بيقهرني الا هذا المعلق هو متاكد وفريق يبدأ اكيد بالراحه والسيطره على الاجواء ما بيعرف انه انا ملك الريمونتادا انها الريمونتادا يا تادا كره مبابي كره طوش رائع هذا التصدي
النادي رائع هذا الحارس رائع ردة الفعل انقاذ ممتاز في الكاميرا مع تألق المدافعين حرام نيران صديقة لمسة بينية يا تسلل وتسلل آخر قاطع صديقة يا جديبة هو لا تحول لسبب الطيان انت انا لسه الوقت 20 دقيقة اذا بدي اتحول من هلأ بروح الطاقة تبعي عجبت قصة اكل كيلو فاصولية بدل حبة الفاصولية تبع جوجو زول يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم رافائيل فاران تنتهي الهجمة هنا قبل ان تصبح اكثر خطورة كريم بنزيما لمسة على اليسار ابو ابراهيم ده هي لي خلي ابو ابراهيم دراكسلر يحاول لعب الكرة الى الامام بشكل سريع مدريد يحصل على الكرة مرة اخرى جيبو باريدس لا 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 كرة للمنطقة الأمامية كرة للمنطقة الأمامية يمر يلعب كرة بينية يا بيي يا بيي 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 يا أهلي يا بيي ولا بيي يا بيي 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 ولا بيي يا عمري ليس في هذه المرة الكرة بعيدة عن المرمى يدرك جيدا انه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذا بعيد انا شايف يحط السماعة بيقهرني انا هذا المعلق بيقهرني انا دي ماريا دخلنا بخطروك ما مباراة في جانب واحد هذا اليوم من على الفيس هيك بس على اليوتيوب ما بعرف اللقاء كما نشاهد ايش عملنا لا يمكن ان يضيع مثل الكرات لو كنت مكانه بالتاكيد ساسجلها الامور حسمت تماما بهذا الفارق من النتيجه ليلة للتاريخ بأتم على الكلمة هذه المباراة الممتعة جدا من هذا الفريق نيمار حرام يا العمان من النهاردة ما تشوفها من النهاردة ما فيش حكومة هلا الحكومة هلا الحكومة هلا هلا اشتغل الغضب أداء مخيب جدا يا بيو لبيو يا بيو 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 لبيو والله شاطر شوطة قوي أنا عاصي الذنب ليك هلا ابو ابراهيم بيقول لك اني عاصم تيرمي شوبر بايدي لوكا مندي لا دون يا حرام اي دون يعني قاضي على الشكال يا عمري يا عمري والله الحكومة عم يعطيها بالله ما فيش حكومة من النهاردة ابو ابراهيم هدف هدف لمانشستر يونايتد ولا هو مانشستر يونايتد بيقول لك هدف لمانشستر يونايتد بدي اجي على المقعد اريد نلعب انا وياه بعد الهدف يقدمون اداء مقنع تقلص الفارق الى هدفين الان ان شاء الله ما يقول هدف شرفي لمسه بينيه يقطع بس ياها باص على الحارس لورينزي كروس يحاول تمريرها من بين المدافعين فرصه سانحه للتسجيل يا خرب سواره ياي فتح كل الشوارع دراكسلر يلعب كرة الجانب الأيمن دي ماريا دفاع رائع جزاء علي الحلال جزاء هيك بتحس بس على المشي بترتاح تحكيم مودريتش صحيح أنا ريال يعني ريالي بس تحكيم كبيرة تحسب للمدافعين كل شيء لحاله لا هازارد لكن أبو إبراهيم هو عم يتفنى لا مدريد. يا رودريجو لا دون خاصية يفضح ابنه يلعبها لمنطقة الخطأ يحاول ان يلعب كرة تسلل يا جماعة اقول لك عم حمزة كريم تسلل الى شراب تسلل
الكرة إلى الأمام. كم بدي أخلص منا أنا لاي؟ شو ها؟ هاي تبعيت الترجع لورا على ولد فهد. نايمار عم يتفنن أبكال. لمسة بينية. يا ويلي الحجمة يا ويلي. يا إلهي. يا إلهي. هدف جميل. بكل هدوء وضعها في الشباك. بدون تردد. شو؟ وين رايح كان بندي؟ يا حرام. أضاع فرصة سهلة للغاية. كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. هو اللي سجل بس ما سجل. يا عيني على التمريرة. شوف يا ويلي. ترى الاستلامة. ميمار ملك الاستلامة. ما شفت الطابة اللي جبتوا له اياها من الدرون من فوق. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. من علاوة 300 متر من الكرة ملعوبة من مسافة. ايه 300 متر. شلون هداها؟ دي ماريا. اوزيل حجي بعد الاستلامات اوزيل ما في. تحرك جميل قوية من امبابي. مسعود اوزيل. يا له من تألق ويا له من حارس مرمى. محاولة رائعة تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. توني كروز. طب هداك فاضي يعني ليش؟ يلعب كرة بينية. مودريتش. أبو إبراهيم. يا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم. نك. إبراهيم الحمدي. يفضح شوف ما المرتدة اللي الله يسلمك. المرتدة اللي ايه لاكليكا وكرة في اتجاه المرمى. سكتين من شجوك. يعيشون اوقات رائعة. اوقات رائعة. هدفين متتاليين. نعم. في فترة وجيزة جدا. شوف سرعتها قوتها دقتها روعتها. اسمع كرة مذهلة. اسمع اسمع اسمع. فلسو ضغطت. لبقى يحكيني هذا بالمرة. لبقى يحكيني الخصم. وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. دقتها روعتها دقتها روعتها. لا كريم بنزيما. يح روحي. لورينزي يمرر كرة قوية. من سيستلم هذه التمريرة قولية؟ دراكسلر. لمسة بينية. كريستيانو رونالدو. وتمريرها بين المدافعين. فرصة خطيرة. لكنها لا تصل بشكل مطلوب. ليك البين احنا في كريستيانو شلون تستحمي. يحاول فك شفره دفاع الفريق. اسمه كان عن سواريز. يبحث عن زميله. اهلا. كره تمر ايقاف الهجمه في الوقت المناسب قبل ان تكون الامور المتابعين اكثر صعوبه. ميسي ما نوردينا. ميسي اي ميسي جيبوا لي ميسي. بالعكس كريستيانو. لا لا الدون ما بيقسم. ما بيغيره. ما بيغيره. هاي نيمار صديقنا. وهاي عمك ابو ابراهيم. بس هاي زباله. هاي سواريز. لك احلى شيء هالاند. هالاند هالاند. جاهز انت؟ جاهز انا. هات على نفسي ها. نو تاخذ واحدة. العمى كانت معي. هلا بدي اياها. هلا بدي اياها. العمى مع حمى. اصفر كمان. هلا ما دخل. هلا ما عمل شيء. كاسيميرو. يا ويلي. ينقذها ببراعة كبيرة. كانت محاولة لكن الكرة بعيدة جدا. مسافة بعيدة ايضا.
يحاول أن يلعب كرة بينية. تغيير لاعب على الأجناب. يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة. يحاول تمريرها من بعيد. كريم بنزيما. الحكم يقول صافرته أكيد احتساب خطأ. خطأ لإلي. يمر ويلعب بابي. لا والله العارضه بتلعب معي انت هلا كمان باقي ثلاث لعيبه انت وحدك 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 زياده اسرع من الجميع قام بتسديد الكره لكنه لم يكن محظوظا ابدا من الخيال هذا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هازارد ذاك من كان بيمبي اعتقد انه اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود ما عطابة دراكسلر بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. خسر الكرة. شو هاي؟ روحي. كرة طويلة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. مساعد الحكم البيت. يعلن عن حالة التسلل. هو أبو إبراهيم ما في أسئلة. أنا شاعر الله. ما يطلع من التسلل. لا تحكي عليه هيك يا أبو إبراهيم. والله أحبه أنا أحبه أنا. تمريرة بينية. يا حرام ليش ما طالع دبي؟ الحكم يعلن نهايه الشوط الاول. الحكم يعلن نهايه العمل استحواذ له هون. بدك شيء من الاستحواذ. بدك شيء من الاستحواذ. انا المحترف هون راح يحيني فين دار الملك نادي الملوك مين فينا مشترك اثبت مكانك ما سمعت صوتك زي ما تشعر على جنبك هلا هلا هوب هلا هلا هوب انا ملك الملعب كيف القطة هلا هلا هوب هلا هلا هوب ابا ريب اتحول كل هذا جول جميل رافائيل المارون بكل سهولة وأريحية في المباراة انتهى كل شيء انتهى كل شيء هلا شو بتساوي على شيء انه بيضرب تعرف الشيء في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد سيطرة غير عادية مطلقة تماما لك ليك والعرض في هذه المباراة لك يا أحمر هازارد إمكانية تسديد يا أبو إبراهيم لمسة بينية ممتازة من الدفاع كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله كيم بيمبي تلعب الكرة إلى الأمام يلعب كرة بينية يحاول تمريرها من بين المدافعين فيراتي نيمار يحاول أن يلعب كرة بينية لوكا مودريتش يحصل عليها والله متاخر عم يتاخر يا ابوني والله ضربوني الله لا اقول لامي تمريرات الناجحه ليه قال يفقد توازنه قال فاتك الفريق قال يفقد توازنه فقد الدون يا عمي تربعيته الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا هازارد لعبة يا فكشت معه ايه ده عندود كان تبين لك قدرات امكانيات اللاعب وانه قادر على ان يهز الشباك من هذه المسافة فرصة ذهبية لكن لم يترجمها الى هدف يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة مرت الكرة بشكل جميل كريم يا عمري
يسجل مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. كازيميرو والله شباك نظيفة، براعة حارس، شباك نظيفة. شوف شوف المعلق شو مستفز، أربع جوال حاطط عليه، الشباك نظيفة، شو نظيفة الشباك. تيتاكا ما كملها. كازيميرو يلعبها لمنطقة الخطر. ماركينوس عندك هو. باريدس. فيراتي. كروس. ليك ليك. كازيميرو. كازيميرو. يمر بالبينية. شو هذا حمام؟ لكن بعيدة جدا. لن يلحق اللاعب. لن يلحق. بكل تأكيد بهذه الكرة. كرة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. لا. تسديدة من واحد. كان بيندي. خوان بيرنات. لا لا لا. أحرام. ماركينوس. خليه يمرر، عيب عليه كله. فيراتي. دراكسلر. لمسة بينية. كرة تصل. لا ابو ابراهيم، يا ابو ابراهيم، يا ابو ابراهيم. لعبة في منتهى الروعة. هدف. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منه. يستمر اللعب ثانية، ولكن من الواضح انهم لم يستسلموا. اه تقول جول شرفي، ها سمعانا. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يا الهي يا الهي، والله مسخرة هذه الجول. الله وكيلكم وحياة هالأداء. انت اللي حطيته، انا ما دخلني. سجلوا الهدف رغم انه الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. حاجتك بقى حظ بالامور، شلون اسمعني معلق كريم بنزيما. هذا حتى المعلق عرفان انه حظ. دفاع الفريق الخصم. كيم بيمبي. كرة طولية الى الامام. هذا كيم بيمبي تبع باري. اذا كان شو عم حكيك صار لي ساعة. شو عم نحكي لنا يا جماعة؟ يستعيد الكرة بسرعة. وحش كيم بيمبي، ما شفت قديش عم يحاول ان يلعب كرة بينية. لوكا مودريتش. اويت لك لوكي. نافا. مودريتش يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول ايصال كرة. في شيء غلط عندي انا. رودريجو اصبح اوين رايح في لنافا؟ بدك تبني هلا شو؟ هلا شو؟ تبني 10 5 يا رب البيت. نافا بيلعب هجوم دفاع وكل اللي يحاول فك شفرة الدفاع. يا ويلي دراكسلر. ينقذها حارس المرمى. هلا هلا هوب، هلا هلا هوب، على ملك الغابة شايفك قطع. هلا هلا هوب. الآن الكرة إلى ضربة ركنية. رودري. طير طير طير. في طريقة إلى المرمى هذه كرة. وين رايلك عمي أرض عليك؟ لا ما. باريدس. لك إليكو ليش لهنيك عم تعطي؟ كرة طويلة للأمام. يلعب كرة بينية. أنا نرف له. فيراتي. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. اعتراف في وقت مثالي، اداء دفاعي كبير. هازارد.
نابع كرشو من ترين لقدام الوقت عزار زندك يا عبيو من ذل الوحش البرازيلي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم روس يبحث عن المهاجم لك أجمل تدخل يا حمار بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه وين يا حماد تدخل جميل واعتراف أجمل يحاول أن يلعب كرة بينية يحرم 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 تقف الهجمة هنا تنتهي الأمور هنا كرة طولية في المساحة الخالية ضغط قوي وينجح في استعادتها يمر يلعب كرة بابي زعل الكرة داخل الشباك سيكي تيلي كلا أمام المرمى يتمكن من التسجيل غشاش انت يا ناس حرام من ابني من على المباراة قلبي انظلم يا اللي انا ما دخلني يا اليوم انتو ما بتعرف كان امام المرمى مباشرة بصراحة كان عليه هو ان يسجل يا اللي غدرت احلى ما فينا ليه تستنى رب علينا فين حبيبي وفي الليلينا رحمة الحش يقول لي سلام مثل هذه الكرات ما الله معك علينا وقلنا ان صوتنا حلو لمسة بينية يا روحوا روحوا من بعد ما كان الحب ملينا وقلنا خلاص الجاي دلينا مبقتش فاضل من امامينا ماركينوس يلعبها طوليا ما بتعرف انه انا ملك الريموندادا ودادا دادا منو يحاول تمريرها من بين المدافعين بابي 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 السلام عليكم بابي دوري طيب له سيناريو سيكون صعب على الفريق ابو ابراهيم يحاول ان يلعب كرة بينية يمر يا عمري جابه قد تكون هذه فرصته لقدوم عرضية يا ولد تخيل تفوت ليش حسيتها فاتت ما شوطها هاي باب ليش حسيتها فاتت انا اكس هاد فلورينزي يلعبها طولية تنتهي الهجمة هنا قبل ان تصبح اكثر خطورة ايدن هازارد لمسة بينية يا عمري على هالبا من سيستلم هذه التمريرة الطولية لان كده هي كله منه لرافائيل مارات انا دعوة رافا اوه ماركو فيراتي مودريتش ابو ابراهيم فعل فريق الخصم يا ابو ابراهيم كريم بنزيما الله هذا عظيم وليش كتار هذه كره لا تصد ولا ترد عندما نقول لاعب يولد داخل منطقه الجزاء كمان تخت الجزاء سكيم هلا شوف شو بدي ساوي الطريقه الاستيل قويه من امبابي شوف شو شو استفدنا من كل هذا المراوغة يعني ارسلها الى المريخ تحت رقابه كبيره جدا عمل دفاعي رائع في مباراه اليوم اعتراف في وقت مثالي اداء دفاعي كبير في مباراه اليوم يلعب كره بينيه يقطع الكره لا ليه شوي صعب دور الوحش البرازيلي ليه ما هو أصفر رودريجو ليه فريق يقول له أصفر ليه ميتين أنا دايما أغير أنا كمان أعطيني أسينسيو وليه مندي راح فيها صار كبسة عليه 83 مارسيلو راكسا
بابلو سارابيا كارفخال ميت بس ما فيني بدل غير ثلاث تبديلات نايتا بابلو شو هلا بيقول المدربين عم يستعملوا اوراق رابحه تغييرات بلا. محاولة المدربين الاستفادة من الأوراق الرابحة تحسين وضعيتهم في هذه المباراة تحسين وضعيتهم لا تزال العودة ليكو الوحش البرازيلي ليكو ليكو يلعب كورة قلت الوحش البرازيلي فينيسيوس أنا ما قلت لك ملك الريمونتادا الريمونتادا من هو هي فائدة التدريبات على دقة التسديد حارس مين يا عم كيف اجرح يا الباران يا زلمة هذه طريقها الى المرمى مفتوح هدف لا نعلم ما اذا كان سيغير الكثير من الامور شوف. في هذه المباراة شوف على شام يساوي هل يعيدهم الى الواجهة هل ينجحون في العودة كريم بالزيمة لكسين هدف غير عادي شام ما يقول هدف شرفي شام ما يلحقكم بدفنه لانه في افضل مكان عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه أنا ما قلت لك أني أنا ملك الريمونتادا أنا شو قلت لك؟ لك أنا شو قلت لك؟ من 11-6 إلى 11-10 تعطابة تعو أربع جوال بنص خمس دقائق على دقة التسديد عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء بدل رجله إن شاء الله بيقبرني هذه الطريقة الاستثنائية أعتقد أنها بالفعل مخالفة ضربني علي الحلال ضربني ضربتني عبد الضمي لا عليك اللي ضربت أنا عبد الضمي ها نايمار ما أخذتني غدر على فكرة عم طلع فيك أنا يا غشا يا كلب كتمة مثالية سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي كلاسيكي كروس كروس انت لا تفهمه يتقدمون بفارق هدفين الآن لمسة بينية يحاول أن يجي الوحش البرازيلي عم أنا طالع على مشي طالع يا الله الله يا ولد من أين لك هذا من أين أتيت بكل هذا أماطية جميل لا خذها مني ببساطة ما بقى ما فيني ولا يا رب ضربني ما سويت لنا شيء والله ضربني انا بريء انا بريء يتفوق في المواجهه البدنيه ويه. على الكره انا شو بدي اعمل تعال الا اضربني اضربها الضمير انا لا اويناها نايمار لا انا قدام الكاميرا كثير انا مش انا هجم الهدف نشاهد اليوم يسجل هدفا عالميا جميلا كلاسيكي قول كلاسيكي هدفا عالميا مدهشا من الممكن ايقافه يتواصل اللقاء لاكي من ابو ابراهيم وامي فنان يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم هاتو ايوه من افتكاك الكرة يحاول تمريرها من بين يا عمري يا عمري لا عارف انا دفع يا عمري شوت يا الله يلا جبتها خاري منتادة عظيمة هاي فائدة التدريبات على دقة التسديد عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه يا أحمر وجمال كراته هدف جميل جدا يا 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 يواصلون اللعب والمحاولات أصبح الفارق هدف وحيد الآن بابلو سارابيا بدل رجله الكاسي يمر ويلعب كره بينيه نقد خير ربنا نيمار انا ما دخلت على فكره كان اخذ جزاء قد يحسم هذا الهدف الامور هنا انه الوقت ابو ابراهيم لتسجيل هدف ويكند كره ذهبيه لا يمكن ان ترفض الهديه خلاص يمكن خلاص. انهم قدروا حسم هذا اللقاء بالتاكيد يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم شوت دخيل ربا طالات الحارس على سقبه نحني على حمور يا طالات ينجح في التسجيل لعب فيها 30 جول يعني لا يمكن ان يضيع ابو ابراهيم لو كنت مكانه بالتاكيد ساسجلها الفارق اصبح ثلاثة اهداف يا الهي على هذا الاداء على هذه الكره
على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم. يا عمري هذا الفيديو يا واه هذا الفيديو صعب فكر هازارد انا يلا ما طلعت هازارد لك لا لا كنت الضعب يا ادو يا ادو حرام يحاول ان يلعب كره بينيه هاتوا جيبوا مزايا اضافيات يا اللي ما بتخافوا من الله بنياني جيبك عرفان اني انا وحش اكثر منك كروس كره طوليه الى الامام يحاول تمريرها من بين المدافعين يلعب كرة بينية لا تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم كريم بنزيما كريم بنزيما تصدي ولا أروع من حارس المرمى كيليان مبابي لمسة بينية أوليل أوليل كما شو من رجله لبنزيما بابلو سارابيا نايمار يحاول تمريرها من بين المدافعين فينيسيوس لا إله أول وحيات الله تحكيم اللعبة معك انت اخر لي انا ما دخل والله بريء من التهديد والله انا بريء مودريتش الكرة ملعوبة من مسافة فرق شو ما بقى في حلو فرق شو فرق شو فرق شو الغي الغي الى عند الدفاع الى الامام محاولة خطيرة فرق شو فرصة مهمة للعب الكرة العرضية كلهم 15 12 يعني والله العظيم تحكي على الحرتين مباشرتين ما لهم علاقه باللياقه هذا الساعة فايقين اعتقد انه الكثير من اللاعبين سيصابون بالارهاق بعد 12 ربع والله عزاز شغله معنا والله عزاز مين انا عندي انا ما عندي